دايما بيقول لك لما تشوف كلب ما تجريش، ما هو ناش شور يا جماعه بالزبط. عشان ناس بالزبط. كتير بلاقي ناس منزلين بوستس على فيسبوك بيقول لك ايه الكلاب البلدي دي احنا هنسممها، احنا لازم نتخلص منها، الكلب مش هيعمل لك حاجه لو انت ما عملتلوش حاجه. انا دايما بقول لهم خدوا بالكم من عيالكم، اصل في عيال صغيره يمسك طوبه يحدف الكلب بالزبط. وبعد كده يقول لك الكلب هجم على ابني. ما بالظبط، والام لما يقتلوا عيالها في الشارع هتجري وراهم. بصي الكلب ده بصي ده مسك عايزين يسمموه، علشان طبعا قالوا بقى ده مسعور، بعد ما عمل كده بقى مسعور. بصي بمجرد شويه علاجات وحب، حب ورحمه بقى عامل كده. والكلب المسعور مش بيعيش وسط ناس اصلا. لا ما بالظبط كده. أيوة. يعني يقول لك بياخد جنب مع نفسه يا جماعه.